هاي جماعات مش شركات واحنا ضحية القرارات التجريبية والسان التحضيرية فشلت مية بالمية ومين اللي تحمل تبعات هالقرارات وهالسياسات وغير الطالب الحازين ومش سكتين وعن حقنا مش متنازلين طالب التحضيرية وباعوا بشربة مية وخلي الصوت يقدح نار وانا طالب مش دولار وخلي الصوت يقدح نار وما بنتراجع شو ما صار ورحنا ضحية وللقرارات التجريبية ولتتسمع هالخوشات وهي جماعات مش شركات وهي جماعات مش شركات والسان التحضيرية وفشلت مية بالمية ومش سكتين وعن حقنا مش متنازلين عن حقنا